كان مسؤول عن الدفاع قبل انتهاء الوقت. اذهب الى المعتقلين. السيد راشد. السيد راشد، رسالة تحب ان توجهها الى الحكومة التونسية والى الرئيس الباجي السبسي حول قانون او حول ما يحدث بالانتهاكات في تونس؟ على ذكر الباجي قائد السبسي، بالمناسبة يعني في تونس قبل نحو شهرين يعني قتل ما يقرب من 100 أو حوالي 50 يعني من أبناء الشعب المتطرف، حادثة القشارة الشهيرة في منطقة فاس. لم يكلف هذا الرئيس يعني حتى عناء تعزية أي أحد من هذه العائلات. الأمنيون والعسكريون يتساقطون تباعا في الأحداث الإرهابية في تونس. لم ينزل هذا الرئيس من برجه العالي ويذهب ويعزي أي واحد منهم. وفور سمعه وفاة أحد أمراء الإمارات قطع نشاطته أنشطته الرسمية وتوجه على الفور إلى منطقة الإمارات لتشاهدوا ماذا تعاني تونس الآن. رئيس لا يعنيه أي أحد من أفراد شعبه ولا يعنيه إلا من دعمه في الانقلاب على شرعية الترويكا في السنوات الأولى بعد حكومات الترويكا. يعني هذا ما نعانيه الآن في تونس، حكومة لا وطنية، حكومة لا يهمها المواطن البسيط، حكومة لا يهمها فقر الفقير وبؤس البائس.